سلمى، تعتبر فترة المراهقة من أصعب المراحل التي يمر بها الذكور والإناث على حد سواء. يمكن تعريف هذه المرحلة على أنها مرحلة انتقالية تقع بين مرحلتي الطفولة والرشد، وتبدأ في العادة في سن 12، وهنا تبدأ الفجوة بين الأهل والأولاد. ما هي أهم المشاكل التي يتعرض لها المراهق وكيف يتم معالجتها؟ موضوع رح نناقشه مع الأخصائية الاجتماعية ريم سعد. أهلا وسهلا فيك ريم. أهلا وسهلا، صباح الخير. يا أهلا، صباح. أهلا وسهلا، صباح النور. يعني بالبداية ريم، خلينا نحكي عن فترة المراهقة، إمتى بتبدأ وإمتى بنقول هي المراهقة مراهقة مبكرة؟ تماما. هلأ إذا بنحكي عن المراهقة، هي في عنا نحن بيقولوا بنقول يعني إنه علميا من عمر 12 سنة أو 14 سنة لعمر 18 سنة عمليا صار عنا في تغييرات بالمناخ. فالحرارة طبعا كل ما كانت المناطق أشد حرارة، كل ما كان عنا بداية التغييرات الهرمونية أبكر بتكون عند الإنسان، والعكس صحيح بالمناطق الباردة بتكون متأخرة. عمليا نحن عم نشوف أطفال أو عم نشوف الأطفال عم يبلشوا بيفوتوا بسن المراهقة من عمر 9 سنوات غالبا، ممكن 8 ببعض الحالات، والنسبة قليلة عم تكون بعد هذا العمر. بس غالبا نحن نبلش من 9 سنوات، بنلاحظ أنه الطفل بلش عنده شوي من التمرد، شوي من شخصيتي أنا اللي بقرر، بلش تطلع عنده هاي القصص اللي بس شوي بتصادم فيها مع الأهل. بيلاحظوا أهله أنه في تغيير وبيستغربوا أنه هو طفل. فلنحن نوضح للأهل أنه بلشت تظهر عنا بعض أعراض المراهقة النفسية، خلينا نسميها لسه مو جسمية مو جسدية. فبتبلش من عنا من 9 سنين ل 14-18، والمراهقة المتأخرة بتوصل حد 21 سنة بكون دخلنا بسن الرشد. يمكن الأهل هون في دور أكيد كتير كبير عليهم بالبناء النفسي الصحيح للطفل يلي دخل بمرحلة المراهقة وصار بسن الرشد. هون الدور كيف بيتم وكيف بناء النفسي الصحيح بالنسبة لهالشخص ضمن عائلته؟ تماما. هلأ غالبا نحن بيكون في عنا عنصر مفاجأة بالنسبة للأسرة أو العائلة للطفل، انه هو عمره 9 سنين بلشت تظهر عنده هاي الأعراض، وهو طفل مفروض هلا يكون عم يلعب عم يسمع كلمة ماما وبابا بس لا، نحن في عنا بلشت اعتراضات، بلشت انه ممكن يصير عنده الاعتراضات بالاخص اللي الاهل ممكن يستفزهم هذا الموضوع، هو اعتراض بالدرس انه هلا ما بدي ادرس، هلا بدي العب، هلا بدي اروح مشوار. بلش يهتم بالمظهر، باللبس، بطريقه الشعر، بهي القصص كلياتها. بلش الطفل عنا هون دخل بالمراهقه وبلشت تاخذ من فضوله ومن انتباهه اكثر الامور الثانيه اللي الاهل بيفكروا انه هي لسه بعيده عن هذا الشيء. فبتبلش عندهم انه لا 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 دائما لا. عند الطفل او عند المراهق الصغير خليني اسميه بلش عنده الاحباط، انه ليش كل الاعتراض هذا كله، هو بعمليا ما عم يكون اي شيء بالنسبه له. انا جيت اشرح له هذا الشيء بكير او ما هلا ما وقته او شيء، بالنسبه له انه لا ما في اي شيء يقنعه او مبرر حقيقي بانه هاي الامور نحن ما لازم هلا تكون عنده بهذا العمر. العمل للمراهقة علميا مفروض وحسب متابعتنا للأسر وللأهالي مفروض يتم من مرحلة الطفولة. يعني أنا من الطفولة بعود ابني أنه دائما يكون في بيناتنا حديث. بعرف أنه في ضغط كتير على الأسر وبالنسبة للعمل ساعات طويلة، بس مفروض أنا أخصص ولو ساعة باليوم فعالة مع هذا الطفل اللي عندي. عم برمج أنا كيف السلوكيات بدها تكون، ما أستنى لفجأة اتصدم أنه في عندي طفل أو في عندي مراهق صغير بالبيت بلش أنا وياه سلسلة تصادمات أو الاختلافات. البرمجة بتستمر ولا ممكن تتغير؟ عفواً، البرمجة اللي رح نعمل مع طفلنا ممكن تستمر ولا في احتمال تتغير؟ نحن بدنا نبرمج. كيف يعني بدنا نبرمج؟ خلينا نوضحها، انه انا لازم يكون في عندي مساحة الحديث والكلام، انه انا ابني يتعود يجي يحكي لي، فانا ببلش انا احكي له انا صار معي هيك، تصرفت هيك، ممكن تعطيني بعض الاراء لحتى ياخذ هذا الحوار. تماما، ياخذ من ارائي انا، ياخذ من يتعود انا كيف تصرفاتي ويحس انه هو بيشبهني. قد ايه ضروري لازم يمكن مثل ما قلتي بعمر صغير يبلشوا الاهل ينتبهوا على سلوكيات ابنائهم؟ كثير اوقات بنلاقي في سلوكيات بتظهر عند الشباب بفترة المراهقة اللي هي ناس بيقولوا ايه عادي هذا التعصيب تبعه لأنه مراهق، أو هذا
التمرد تبعه لأنه مراهق. تمام. يعني تجاهل هاي الصفات وعدم المحاولة إذا نعرف هي صفات شخصية ولا بسببنا، قد هي يمكن مشكلة بحد ذاتها. تماما. يعني طبيا تغيير الهرمونات بهاي المرحلة هو بيكون كتير شديد، هو اللي بيعمل التقلبات المزاجية. يعني احنا ابننا المراهق هذا الشيء ما باختياره انه يكون دائما منفعل، دائما بتحبطه كلمة لا، دائما بتحبطه انه نحن ما فينا نقدم هذا الشيء لك هلأ مو وقته، فبصير عنده هذا الإحباط، وهذا ممكن يكون عنف لفظي أو أحيانا عنف بدني يصدر منه. بدل نحن كأسرة كواعين كراشدين أنه هذا التصرفات هي آنية، يعني هي رح تروح بتتناسب مع درجة تقبلنا لإله، تسامحنا معه، نكون نحن أصدقاء للمراهق. أهم نقطة نحن صداقة مع المراهق. ما فينا ابدا نجي من فوق لابننا المراهق، هذا الشيء حينفره منا وحيزيد الفجوه بيناتنا. بدنا نكون اصدقاء، بدنا نكون لطيفين، بدنا نكون متفاهمين لهي المرحله بكل ابعادها النفسيه والجسديه. كثير بيساعدنا اذا نحن بدنا نبلش من الطفوله نبلش بالرياضه. الرياضه كثير جسر امن لعبور هي المرحله بكل التداعيات اللي بتخصها، لانه انا هو عنده شيء مفيد عم يعمله. الانفعالية إذا بدي أحكي عن الانفعالية والمزاجية، فالرياضة هي بتفرق شحناتنا نحن كبار وصغار وحتى مراهقين، دائما بتخلينا في رواء، في تقبل، في مرونة، لأنه نحن الشحنات اللي عندنا هي راحت بالرياضة، بالمشي، بالحركات، اللي هو تقدير الذات اللي عنده اللي رح يرتفع بهي الفترة، هو رح يحسه كتير، لأنه تقدير الذات بهي الفترة بينخفض كتير، ما عاد بحس حاله انه هو اللي عم يعمله انه شيء واو او شيء مميز، ما عاد يعني له هذا الشيء. الرياضه او الموسيقى او اي نشاط هو معه من الطفوله، انا منميت له اياه مفتاحي الامن لعبور هاي المرحله بكل سلاسه. فتقدير الذات عنده حيضل بالمستوى المطلوب، لانه هو ممكن يكون بيعزف، ممكن يكون بيلعب رياضه، ممكن يكون بيرسم، ممكن اي نشاط يحسسه بتميزه يخليه يعبر هاي الفتره بكل اريحيه وبكل سلاسه، ما تقلقه ولا تقلق الاهل اللي هو عم يتربى بينه. طيب ريم، ممكن في بعض الحالات اللي بمر فيها المراهق هو بتمرد على واقعه أو بيهرب من واقعه، يمكن ما بعد بتعجبه نظام عائلته، ما بعد بيعجبه رفقاته أو الحياة اللي هو عايش فيها، هل هذا ممكن نعتبره تمرد من قبل المراهق؟ تماما، لأنه عمليا حتى دماغنا نحن بهاي الفترة بيكون كمان هو في تقلبات، يعني ما في أسس ثابتة عليها، دائما في يوم أنا برغب، يعني حتى العائلة بتستغرب إنه يوم مثلا ممكن بيحب هذا التصرف أو هاي اللعبة أو هذا ساعات الدرس أو هاي المادة العلمية، بعد فترة أنه هو لا، قلب على كل هاي القصص وبلش ينقي شغلات تانية، هو عم بيجرب يلي بيناسبه بطريقة ممكن تكون عشوائية، هذا إحنا اللي بيقلقنا. نحن كمراقبين ممكن نقدمها نحن بسلاسة من دون ما نكون نحن ظاهرين بالواجهة أنه إحنا عم نقدم، لأنه راح يتقابل بالرفض. كونه هو شو اللي بصير؟ الفجوة بين طفولة والرشد، هاي الفترة المراهقة انفعالاتها الزايدة وحتى وتغييراته الجسمية تماما بالصوت وبالشكل، يعني أنا فجأة ماما بتلاقي أنه صار طولة، ممكن الشاب أو حتى الصبية، هو ما عم يعرف شو أو ليش هالتغيرات. طب أنا جسمي كبير بس عقلي صغير لسه، يعني صغير بقصد أنه ممكن كتير استمتع بلعبة، ممكن كتير استمتع ببرنامج طفولي. فالأهل هون أنه يعني معقول أنه صار هيك طولك، أحكي شوي بعموميات، أنه صرت طولي ولسه مثلا عم تتابع برامج تلفزيون ومدروس فيهم أفيد؟ لا، هو من حقه هلأ يتابع هذا البرنامج التلفزيوني، حيدرس بوقت ما، من حقه هلأ يطلع ينزل يلعب مع رفقاته، ممكن من حقه أي مارس أي، من حقه يقعد يرسم على ورقة وقلم إذا كانت صبية تستخدم الألوان ترسم، هذا شيء طبيعي تماما. لا، مو مفروض يستغل بالدراسة لأنه صار حجمه أكبر، أو يستغل بشيء مفيد أكتر لأنه حجمه كبير وهو صار واعي. لا، هاي المرحلة لسه ما فيها ثبات، لا طفل ولا راشد، هي مرحلة بين البينين، فبدي يكون كتير واعي أنه أنا أعطيه حقه بهاي المساحة وأعطيه هاي المساحة لحتى هو يقدر يفرغ فيها، ليش لا أتصادم معه؟ يمكن خاصة من الأهل وقت يقولوا له للطفل أنه أنت صرت كبير، أنت صرت واعي، خلاص ما عاد لازم تطلع تماما، يعني هالقصص يمكن بتوه الطفل، حتى بيعيش بأنه شلون أنا كبير، لأن مالي كبير، أنا بيستمتع بهذا الشيء، أنا مبسوط، فممكن يفكر حاله معناته أنا غلط، أنا فيني شيء. لا، ببساطة هي أنه أنا ممكن العقلية والهرمونات ما عم تتناسب مع الجسد بالحجم أو بالقصص الفيزيولوجية اللي عم بتصير، بس هو لساته طفل
لسه ما صارت 18 سنه ولا 20 سنه، عمليا نحن بنشوف انه مرحله الجامعه هي الاساس اللي تبلش فيها انه تركز الشخصيه، يبلش يعرف شو اختياراته، يبلش انه يكون اروى واهدى ومع عائلته في سلاسه. بس لأن اكسبه بالرشد ويكون ابني صديقي، لازم انا بمرحله المراهقه اعطيه هي المساحه، اكون صديق له، اكون رفيق مستوعبه، ما اتعامل معه انه هو كبير او تكون ردات فعلي انه انت كبير وواعي، لا ما انه كبير وواعي، هو بحاجتي دائما ليتعداها بنوع من الامان لهي الفتره. طيب ريم، خلينا نحكي لك عن ايمت الوقت اللي نقدر نحمل فيه مسؤوليه للمراهق. يعني كثير اوقات بنشوف عائلات بيتبعوا اسلوب انه يحملوا الطفل من هو صغير مسؤوليات، مشان هذا الشيء ساهم بانه يكبر بسرعه، انه ينضج بسرعه. امتى لازم نحمله مسؤوليه، وشو هي حجم المسؤوليه اللي بيقدر يتحملها مراهق بهذا السن؟ تماما. هلا انا المسؤوليات بدي وزعها على ابني من عمر السنه ونص بلش، اللي هي بتخص اغراضه الشخصيه، انه هو يكون مسؤول انه يحط الاغراض اللي بتخصه بمكانه المحدد بعمر السنه ونص، والطفل قادر على هذا الشيء اكيد. الاهل بيفكروا انه لا صغير، لا هو قادر على هذا الشيء، ونحن بنطلع بحسب عمر الطفل. للمراهق حيكون عنده الثوابت بالمسؤوليه هي ثابته، وقت ماما وبابا بيحملوا مسؤوليات، فانا لازم انا بحمل مسؤوليه من دون انا ما تنطلب مني هاي المسؤوليه، لانه انا عم شوف النموذج الاعلى اللي هو قدامي عم يتحمل هاي المسؤوليه. انا بهذا العمر متى ما بلشت اعطي المسؤوليات البسيطه اللي بتخص كل مرحله عمريه بالمراهقه، اكيد انا مسؤولياتي ما راح اتهرب منها، لانه هذا شيء نظام حياتي صار. اي مثل شو ممكن نعطيه بهذا الوقت؟ تماما، ممكن يكون مسؤول هو عن اغراض البيت. هلا انا احيانا الشباب مثلا ما كثير معنيين بامور البيت والتنظيف والقصص، اغلب العائلات بتتشكى انه المراهق بيرفض انه هو يكون غرفته لها ترتيب معين، بيرفض كثير فتره المراهقه الشباب خاصه الشباب بيرفضوا موضوع الاستحمام، هي كثير نحن بنعانيها مع الاهل. طيب اوكي، ما يستحم يعني ما يفوت على الحمام، هو اعطيه هي المساحه، هو وقت يلاقي الوقت المناسب حيفوت. لا تعيشوا نعيش هذا الصراع بامور هي بسيطه، ما راح يصير من وراها امور عظيمه او خلل، لا هو راح يفوت من دون انتم ما تتصادموا وتحملوا عليه تبعات ثانيه، انه ما راح انزل مثلا اجيب اغراض للبيت، ما راح روح ادفع مثلا فاتوره. انا بقدر اعطي هاي المهمات اللي هو ممكن باوقات محدده بيروح بيقضيها، بتحسسه بانه ايه انا قادر. طبعا البنت بتكون الامور عندها اخف، تكون لانه حساسيتها اعلى، فغالبا ما بنشوف هاي المشاكل، بس دائما رفقتها مع امها. الابهات هن الحجر الاساسي بانه طفلهم المراهق الشاب يتحمل المسؤوليه، لانه من عمر ال11 و9 سنين و12 سنه الرجل بحياه الصبي او الشاب الصغير، مو الام. الام لها طبعا دور كثير مهم واساسي، بس الرجل اساسي. نعم. راح يحتضنه، راح يكون واعي، وراح هو يعطيه المسؤوليات قد ما كانت بسيطه. ان شاء الله انا انزل اجيب خضار للبيت، او اجيب خبز، او اجيب هي الاساس، انه انا انت اذا ما جبت نحن بنصفى بلاهم، فبتحسسه بالمسؤوليه انه لا هذا واجبي انا لازم اعمله. وباكد انه مرحله الطفوله هي الاساس بتحمل المسؤوليه، ما في دغري حطها فجاه قدامه. طيب ريم، يمكن كثير سيدات عم يتابعونا هلا وعندهم صبايا بالبيت عم يدخلوا لمرحله المراهقه، الام دائما مسؤوليه كثير كبيره عليها بالنسبه للصبيه، بدها تعرف اخبارها، بدها تعرف مين رفقاتها، بنفس الوقت يمكن الصبيه تعتبر هذا الشيء نوع من المراقبه، كيف فينا نحل هالمشكله بين الام والصبيه؟ تماما. يعني انا بعول كثير على نباهه الام بالتصرف بهي المواقف. وقت انا طفلتي من وقت ما كانت صغيره مثل ما حكينا معودتها انه انا اجي احكي لها عن شغلي او انا كيف قضيت وقتي، وهي بلشت تحكي ما عاد في حواجز. وقت انا بقول وقت انا لطفلي ما قال له انه انت هلا ما لك علاقه بهذا الموضوع، يا ريت ما تتدخل، او انت لساتك صغير، انا حطيت حاجز بيني وبينه. امتى ما كبر حتى لو بسن الرشد انا قطعت عليه الحوار بيناتنا، وانه نحكي بحديث عادي بكون ما في مشاكل انا وياه. هي اول خطوه بانه انا كسرت اول حاجز، انه بنتي معوده احكي انا وياها باي موضوع، باي شيء نحن متناقش انا وياه. فيني لاحق انا خصوصيه، طبعا هي بتختلف للبيئات اللي نحن بنكون موجودين فيها، لاحق بنتي من دون ما تحس. ما ضروري لانه بنتي تعرف انه انا ملاحقتها ومراقبتها وشو صار على الدعسه. تماما، بده يكون في كثير ذكاء. تماما، بده يكون كثير في حنكه وذكاء من الام
انه انا مراقبه كل موضوع، بس ما بس بنتي ابدا ما له بهالموضوع. احيانا ممكن انا اشوف شيء على الموبايل ما يعجبني، شوف قصه، شوف رفيق، دغري بتصادم، تطلع لا بطريقه فجه، فبيهرب الطفل مني او بيطلعه من ايدي. بدها تكون كثير بطريقه سلسه، انا بنزل من تحت ببلش وبطلع لابني من فوق، ما فيني اجي دغري عليه من فوق، هذا الشيء بيهربه مني. بدها تكون كثير حوار لطيف وذكي، في حنكه بهي القصه. ما بيمنع من انه انا ابني او بنتي مثلا في امور بدها تعملها، ايه ممكن تعملها، هي مسموحيات، في امور انا بناقش فيها، في امور انا مسموحه، في امور حكما لا. بس انا هذا الشيء بكون واضحه لابني، قاعده انا وياه متفاهمين على هاي النقط، ما بكون في فجاه تطلع لا، هذا كثير شيء بيكون مريح. في نقطه مهمه، في امهات كثير اذكياء، فهن دائما رفقات اولادهم عندهم بالبيت تحت عينهم، انه اي يجوا لعنا بنقعد نتسلى، من بعيد لبعيد انا براقب، من بعيد لبعيد بتصرف، من بعيد لبعيد بعد هذا الرفيق المنيح انا بنظري عن ابني او بنتي، بس بيكونوا تحت عيني، بكون انا مراقبتهم. انا مثلا ممكن احجز لهم اذا حابين يروحوا على كافيه، انا بحجز لهم، بكون مثلا متفقه، انا عندي ام مثلا متفقه مع صاحب الكافيه بانه انت شوف، انت راقب، انت لاحظ لي، وعلى مهلي بحل هذا الموضوع مع بنتي، وهذا الشيء كثير ناجح. حتى مع ابني ممكن انا اشوفه وين رايح مع مين رفقاته، وبكثير سلاسه تماما تماما. كثير عم يعانوا من الاهل للاسف، يعني تماما بهالايام عم نشوف الأرجيلة والسيجارة عم يشربوها الشباب والأطفال، يعني بعمر كتير صغير تماماً. والأهل يعني ما عم يقدروا يمكن يسيطروا على هذا الموضوع بطريقة صحيحة تماما. كمان هي بدها كتير شغل وبدها كتير صبر من الأهل، لأنه وقت تقول لا فهو حصير شيء بالسرقة، يعني من وراء ظهره ممكن ما حس. ودائما الأطفال أو المراهقين هن ما حقول أسكى، بس هن دماغه لسه ما له مضغوط بضغوطات الحياة، فبيقدروا يلاقوا منافذ وتهريبات ما بتخطر على بال الأهل أبدا. فالقدوة الحسنة، وأنا إذا كأهل ماني قدراني أو أنا عندي عصبي خليني أقول أو ما عم بقدر صدر على انفعالاتي، الشخص المقرب من هذا الطفل إن كان أستاذ أو مدرسة أو خال أو عم أو حتى جار مقرب لكان للبنت أو الشاب، قدراني أنا أشوف فيه سمات إنه يكون واعي أو ناصح. الطفل بهاي المرحلة أو المراهق الصغير بحب الراشد اللي هو مو أهله. أنا ببساطة بقدم الراشد اللي أنا بدي على طفلي، وبكون مرتاحة من هذا الموضوع بهاي الطريقة، بقدر أعرف كل أخباره وتصح وتحركاته من هذا الراشد اللي هو عنده ثقة 100% فيه. طبعا بس الراشد بده يكون واعي إنه ما يفسد هاي الثقة بينه وبين المراهق بهاي المرحلة. هي بالعادة بنشوف العكس، خلاص روح عندي أنا بحللك يا تنقلب الآيات. تنقلب الآيات تمام تمام. طيب خلينا نحكي كمان ريم، يعني مو بس بناء الثقة بهاي المرحلة كتير مهم، كمان يمكن العادات والمعتقدات اللي ممكن ياخدها المراهق أو المراهقة من الأهل بهذا السن كتير مهم. أوقات نحن بنضيع بتفاصيل يومية فبننسى، بنصرف تلقائية، ممكن هي التلقائية تؤدي إنه هو يكتسب عادة غلط مننا. كيف ممكن نصلح هذا الشيء؟ في فرصة ولا لا خلاص إذا أخذ شيء لقطه انتهى الموضوع؟ تمام، دائما في فرصة، يعني دائما في فرصة للتصليح. دائما القدوات الحسنة أو حتى الرياضات أو نحن مثلا بنبعث لعند بنكون متعامل عندنا أسر عندهم مراهقين صعبين شوي، بنتعامل مع كوتشات رياضة، بنتعامل مع نوادي، بنتعامل مع 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 جمعيات، ممكن نحن تفوش المراهق لألا يكون بنعمله تقدير ذات عالي، بنحطه بمحيط آمن، بنحطه بمحيط نشاطاته وتحركاته كلها آمنة مدروسة. كتير هي مهمة، بتكسبوا العادات، بتكسبوا التقاليد، بتكسبوا القواعد اللي هو لازم يكون فيها بالمجتمع، المسموح والممنوع والممكن نحن نتناقش فيه. كتير نحن نوجه الأسر للمنتديات، للجمعيات، للتجمعات الشبابية المنظمة بطريقة صحيحة، وهي يعني الحمد لله متوافرة منيح ببلدنا. هاي كتير عم تريح الأسر بأنه أنا ابني مرتاحة، هو وين رايح مرتاحة، شو عم يتصرف هلأ. فنحن ببساطة فينا نحن نتوجه لهي الأماكن، كتير بتساعدنا وبتدعمنا مع ابننا المراهق. إمتى الأهل لازم يلجأوا لأخصائية اجتماعية ممكن ترشدهم أكثر للتعامل مع الولد؟ وقديش الثقافة لازم تنتشر، يعني مو عيب تمام. انه يلجأ الشخص لحدا مختص يعينه بنقاط هو ما عم يقدر يسيطر عليها. بأي وقت انا كأم او كأب حاسة انه الثقة
انهارت بيني وبين ابني المراهق، او انا ما عم بقدر سيطر عليه وصار في عنده سلوكات، خليني اقول احيانا في سلوكات بنشوفها هي عدوانيه يعني اكثر من الحد الطبيعي لهذا الامر. فحكما انا بدي يكون عندي استشارات لابني او بنتي، لانه ممكن تعمل ممكن تترافق معه لسن الرشد العدوانية أو مثلا مظاهر سرقة أو أي شيء سلوكيات غير مرغوبة، إذا ما انحلت بوقتها لا هي بتنتقل للرشد، ما بتروح بس تخلص المرحلة. أنا هون لازم أكون منتبهة، ومو غلط أنا مثل ما بشيك على صحتي بالمجمل القلبية وكل أمور الدموية وهي القصص، إني شيك على الصحة النفسية لأسرتي والآخذ. ممكن في كتير عنا أمهات بيستشيروا بس تشيك إنه أنا عم بصير معي 1 2 3، هل هو بالمرحلة الطبيعية أو لا؟ فطبيعي طبيعي مو طبيعي نشتغل عليه، ما عندنا مشكله. فدائما لا خلينا نكون فاتحين هذا الباب للاسر. نعم. متوقع ما حدا يعني اي اخصائي ما بيصد اي عائله بدها استشاره. اكيد. خلينا نحكي كمان عن شويه نصائح اليوم بتحبي توجهيها يمكن لكل ست عم بتابعنا او لاي حدا من الاهالي اللي عم بيتابعونا او ممكن يكون في عندهم تساؤلات معينه حول موضوعنا لليوم. تماما. بدنا نخلي دائما يعني رجاء انه ما نخلي دائما المنطق هو سيد الموقف ومو الانفعال، لانه معروف انه الانفعال الشخص الانفعالي او بس يحكمنا انفعال فنحن المنطق عنا او التفكير الصحيح بيلتغي بيروح، هذه هي تركيبه دماغيه يعني. فنحن دائما المنطق اللي بده يكون عنا عالي الانفعاليه بدنا نخففها، نضبط حالنا اكثر لانه نحن الكبار اللي وعيانين هاي المرحله. ما بدي حاسب ابني المراهق انه ما عم يحترمني او ما عم يودني او او او، انا الكبير انا اللي بيتصرف صح. وهي أول شغلة. تاني شيء إنه وجه على الرياضات، على الجمعيات، على المنتديات أو على التجمعات الشبابية اللي بتحمل داخلها سمات صحيحة لابني، حتريحني وحتريح ابني. ودائما الأخصائيين متواجدين لأي تساؤل أو استفسار. أكيد. يعني اليوم موضوع مهم طرحناه ضمن صباحنا، بدنا نشكرك كثير على المعلومات اللي قدمتيها يا ريم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا هلا. شكرا لك. أهلا وسهلا. شكرا لوجودك.